السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم حاجة اسمها الفراجمنت. هنعمل مثال ونفهمها بالتفصيل. طيب أنا عامل كومبوننت اسمها الآب دي، هنعمل فيها تيبل بسيط أهو، هنعمل تيبل كده وهنعمل هنا بمنتهى البساطة تي آر، وبعد كده بدل ما أقعد أكتب بقى تي دي كتير، لا هعمل كومبوننت خاصة بالتي دي. رحت عامل كومبوننت اسمها كل، عملت كومبوننت اسمها كل في الكومبوننت عادي جدا. طيب هعمل فيها ايه؟ دي مجرد حاجه بسيطه جدا، هقول له نفس الكلام اللي هنا كده اهو، كنترول سي كنترول في، وهسمي اي حاجه اب اسمها كل. طيب بدل ما هو بقى تي ار، لا انا هكتب هنا التي دي هات الخاصه بالكومبوننت اللي هو التي ار ده، واحملها هنا عادي في النص هنا كده. هنده الكل هنا بمنتهى البساطه اهو، واروح اعمل بقى التي دي جوه هنا، لازم يكون ليها اب، وليكن هعمل ديف واكتب بقى التي دي اللي انا عايزه. اكتب مثلا تيست واحد، وبعد كده تي دي تيست اتنين، هسيف كده واروح اشوف الدنيا هيقول لي في مشكله ليه، لان انت مش عامل امبورت الايه للكل هنا. اقول له امبورت كل فروم كومبوننت سلاش كولم، تمام جدا. هسيف اهو واروح شوف الدنيا عندي، تمام. طيب تيست واحد وتيست اتنين. طيب هلاقي في مشكله، ايه هي؟ تعالوا نبص كده، اعمل انسبكت عليها وتعال الاليمنت. خدت بالك من ايه؟ ان الديف تي ار بعد كده عمل لي ديف هنا. طب انا مش عايز ديف، المفروض تي ار تي دي وهكذا. في اربعه ايرور غالبا، تمام. كان نوت ابير از تشايلد اون ديف، تمام. بيقول لي ايه المشكله؟ ان ما ينفعش اكتب تي ار وجواها تي دي ديف تاني، لا لازم تي ار تي دي وهكذا. فانا عايز حاجه تكتب لي، او ما تعتبرش ان الديف ده بيرنت، عايز حاجه ما تعتبرش ان الديف ده بيرنت وتكتب على طول التي دي ده. قال لي ايه؟ قال لي الفراجمنت. يعني اعمل ايه؟ قال لي بمنتهى البساطه تيجي هنا كده في الكومبوننت نفسها اللي اسمها كل، وتحمل حاجه اسمها الفراجمنت، وتقول له ببساطه بدل ديف ده لا خليها فراجمنت. يبقى الفراجمنت يعني بيعتبر نفسه اب، بس مش بيظهر في الايه الانسبكت بتاعتك. اهو هسيف اهو واروح اشوف في الكونسول بتاعتي التيست بتاعتي اهو، لقيت ايه على طول؟ او تيبل تي ار تي دي على طول، تيبل تي ار تي دي على طول، تمام جدا. يفضل كمان لما تيجي تكتب الكود ده في الاب دوت جي اس، يفضل بدل ما تكتب تي ار على طول لا اكتب ايه تي بادي الاول، وبعد كده حط التي ار جواه. هسيف اهو واروح اعمل ريلود، تمام جدا. فكل الايرورز بتاعتي اتشال. الايرور اللي كان ظاهر ده يفضل ان انت تكتب التي بادي، يعني لو دخلت جوه كده تكتب تي بادي الاول بعد كده تي ار، وعلى طول بقى حمل لي التي دي. طب فين بقى الفراجمنت؟ اي لا، الفراجمنت ده يعتبر اب بس مش بيظهر عندك، بيحمل لك بس الكونتنت بتاعه على طول. يبقى فائده الفراجمنت ان هو ايه؟ هو يعتبر اب بس مش بيتحمل معاك جوه ايه؟ اكنه اطار عمل كده بس، او اطار بسيط مش بيظهر معاك. تمام جدا. في ناس تكتبه فراجمنت كده، او تكتبه بالطريقه دي لو انت ما حملتوش من هنا، يعني تكتب ايه؟ تكتب رياكت دوت فراجمنت، رياكت دوت فراجمنت، نفس الفكره بالظبط، بس احنا حملناه فوق خلاص بقى، اللي هو كتبناه فوق مفيش مشكله، تمام جدا. او بقى تكتبها على طول فراجمنت هنا زي ما كتبناها، وتكتبها هنا على طول كلمه فراجمنت بدل ما تقعد تكتب رياكت دوت فراجمنت، وهيظهر عادي جدا، تمام اهو. ادي التي دي، انت بقى تعمل ستايل للتيبل بالسي اس اس زي ما تحب، وتحط له بوردر وهكذا. قال لي في طريقه كمان، بدل ما تكتب كلمه فراجمنت قال لي ممكن تكتب كده بس خلي بالك، قال لي الجزئيه دي لسه مش سبورت على بعض البراوزرز، يعني هنا ممكن يجيب لك ايرور او ممكن تشتغل. هنشوفه، لا لسه ايرور، لسه ايه ما يعني ما اتعملش سبورت للجزئيه دي. مستقبليا باذن الله هتلاقي الجزئيه دي اشتغلت ان شاء الله، اللي هو تكتب بس كده اكواس من غير اي حاجه، دي برده يعتبر فراجمنت، بس احنا طبعا لسه مش سبورت، فنستخدم الفراجمنت عادي جدا، تمام جدا. يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.